كومي قال على انه الى انت تزوجتي الاغلبيه الفنانه غادي يتزوجوا اللي يخدموا معاك اللي مولفين كيتلاقاو معاك جو كونفيرم كاينه واش انا صور السير العظيم حبس عيالات انت هو اللي مي سي فري انا كبرت معاه راه تنقول ليه الوالد لا دونك هو المثل الاعلى ديالك كومي الا ما تزوجش هو ما غاديش وياك فان غدير معقول اليوم وانا ديما معقول لا المعقول على قبل المعقول هاد الجمله اللي قلتي ماشي لوجيك المعقول على قبل المعقول المعقول على قبل المعقول هذه المعقول على المعقول غادي تسول غادي يعطوك 100 ثانيه يا غادي تهضر مع السيده وغادي اسبان جو سي المعقول سي جو المعقول اسبان جو انا عرفتني متى كل معقول ما تيحملني التحد لا وغادي تسول السيده وغتسول انت على قبل المعقول صافي يا سيده يلا وجد الاسئله ديالك انا واجد وجد تقول لها انا واجد غتسولها انا قبل ما اقول اسئله ديال انت السيده اللي غتزوج بها اللي على قبل الحلال شنو الاسئله اللي نقول لها سول انت غتسول كنت غتسول الله يسخر الله يسخر لك الله يرضى عليك اوليدي سميتها هاجر صباح الخير هاجر صباح الخير وي بونجور هاجر وي بونجور سا فا فوز الي بيان ليلى بخير الحمد لله الحمد لله عادي بخير سا فا سا فا الحمد لله انت لاباس سا فا الحمد لله بغيت ندير لك المعقول بون انتوما اللي غديروا معقول ياك هاجر وي يلا غديروا معقول هاجر تسولي اسئله على قبل تنتي الحاجه اللي تبغيها في الرجل المستقبل واخا داكوغ يلا 100 ثانيه سولوا بعضياتكم سقسوا بعضياتكم بالزربه Ladies first. Alors, pour me connaître, je suis Hajar, je suis ingénieur agronome, j'ai 24 ans. Ou, puisque je suis cool, j'aime bien les hommes qui sont sérieux. Et je suis bien que je suis cool. Et quoi d'autre? J'aime bien les gens qui sont fidèles. qu'est-ce que tu aimes exactement, Zemmachine? اسك جيم والله مازال ما لقيتو والله مازال ما عرفتوش كاع شنو هو لا يمكن لا يمكن اش هو لا موفيز بيرسون بور فير سو جون دو تروك ميك الفرنسيه قلتها لك اش غنقول لك الا زدتو مود معقول راه ما غاتحملينيش هاجر باسكو شوي تري معقول انا جو سي تري معقوله داكور اشنو هو المعقول عندك هاجر معقوله سي كو عندي معقول دونك باين شنو هي ان بيرسون معقوله باينه لا شنو هو المعقول عندك معقول هو انك مثلا ما تكذبش عليا ما تخبي عليا حتى شي حاجه تكون فيدال تكون سيريو كونت يل لو فو و فوالا هذا هو المعقول اوكي فوالا انا المعقول عندي هو الصراحه هي اللي قلتي ما كاينش الكذوب لا ديسيبلين شيرين از كيرين اشنا اخر بركه عليها بركه عليها كومي قلت لك انا شوي نول شوي نول ماك انت فريمون شوي نول سي انكرويابل شفتي كنحشم سي لا فيغيتي شوي نول انا عطيني الموسيقى و الطبيعه والحياه وحلت شكل بحال يدير شي كونترا معقول لا انا معقول اخويا يقول لي شي كلمه زوينه اي شي كلمه زوينه عيطوا لي يدير شي اشهار فهمتيني اخويا عاود عيط لهاد السيد انا نقول واخا غادي غادي هي مسكينه انا نخلعو عيط لها جار حشومه عليك بلاتي غادي نسولو السيده شنو بان ليها في هاد الهضره هادي اللي هضرتي معاها وفي هاد الكلام مازال ما كملتش انا قلت لها الحوايج وانت وهي هضرات اكثر منك ولقيت خصك تهضر ما هضرتيش وسولاتك ما جاوبتيهاش سولاتني الله ما رانا نجاوبها حشومه عليك لا بلاتي غنسولها هي ليديز فيرست كورس نسولها هي شنو بان ليها من بعد الهضره هادي اللي هضرات معك هاجر بكل صراحه شنو بان ليك فان
انا باللي فان كيف كيهضر على المعقول الوغ كو هو كيبان لي من هضرته ماشي معقول كيهضر وكيضحك راه لا سيتوياسيون فاش جالسين حنايا كلها ما معقولاش لا هاجر واش كاين شي واحد بلاتي واش كاين شي واحد تيجي صافي بركه صافي كاين شي واحد تيجي عند مومو يتراديو تيكون معقول هاجر تصفيقه تاع شنو هاجر هاجر الصراحه راه صراحه شنو هاجر هاجر تنتلقى مني ليك ونقول لك شنو المعقول ما غنتلقاش معاه هذا اصلا انت باش قول لها عندها الحق حيت لقيت هذا المعقول شوف كيقول لك الضحك يسخ البيع انا ماشي بيع واش سر يا خويا لا لا البيع بجميع هو كومي كومي صراحه زين عطي شويه ونهضر بلاصتك انا معقول ملي كتجيوني كوكم ما نقدرش ما نقدرش هازار الصراحه ما نقدرش انا اوني لايف كاين بزاف الناس المهم انا نتشوف ليميسيون جبالك انت في الشيء اللي بينا فيك ما نبغيش معقول انت لا الساعه لا فوالا سي سا وني كيف ما قال لك اصلا الجود المعقول دخلنا على القبله واش انا جاي عندك تضحك معايا وبغيت نكون معقول كيف امبوسيبل نكون معقول عند المغني تبارك الله تقال لي على المراه الحياه ديك لا فام دو تافي تقدر تلقى معاها في اي وقيته بصح خاصك تكون واجد ولكن انا واجد دابا تكون تهز الراديو ما واجد خاصك معاها باوي معلوم وديك الساعه مش تقول لها ما كانتش الوقيته ديال الحكا باش انا نقدر نقولها انا نقولها لها ما عنديش مشكل لا الوعره هي هذيك ديال الافلام تيطيح لها الساكا ولا شي اوراق كليشي عنده مع شاروك خان بزاف ولا الوعره تقول لها وزورخ ولا مالكي مرخيه تطيح عليك الاوراق هذا هو المعقول يقول انا ما عنديش مع البنات اللي كيطيحوا الاوراق ديالهم انا الا طيحتي الاوراق طيحي الدراري بالك عليك